بسنتي اليوم معنا دكتور لما برجي حريري اختصاصية أمراض جلدية، وموضوعنا اليوم رح يكون التغيرات الجلدية خلال الحمل. أهلا وسهلا فيك. Thank you. أهلا فيك. أجمالا خلال فترة الحمل المرأة يعني جسمها بيتغير، الهرمونات بتتغير، قد ايه هالشيء بيأثر على الجلد؟ هو أكثر شيء أساسي هو الهرمونز، تغير الهرمونز اللي بصير مع الحبل. كلنا بنعرف إنه الهرمون الأساسي تبع المرأة اللي هو الأستروجين بيزيد بالحبل، وفي هرمون كمان بيجي معه اسمه البروجسترون. هدول الاثنين لما يزيدوا بيعملوا كثير تغيرات بالجلد، أشياء نحن يمكن ما بنعرف إنه سببهم هو الهرمون، بنفكر إنه في مشكلة أو في شيء غلط عم بيصير، بس بيكون شيء كثير طبيعي، ولازم كثير نفرق بين الاشياء الطبيعيه اللي بتصير بالحبل اللي فينا نتركها وننساها والاشياء اللي بدها علاج، لانه في امراض جلديه ممكن تاثر على البيبي، ممكن تاثر على الام، لازم يتعالج. في امراض او تغيرات بتكون خلال فتره الحمل وبعدين بتختفي مع الولاده؟ معظم الاشياء اللي لهم علاقه بالهرمونز اللي هن سببهم من وراء الهرمونز عم بيزيدوا هول بيروحوا لحالهم بعد الحمل. وإشياء كثير نحن يمكن ما بننتبه لهم، بعدين بنلاحظ انه هي كان في هيدي الشغله راحت على الحبل، بتكون بس سببها هرمونز. طيب شو لكن التغيرات يلي ممكن تكون على تاثير اكثر من هيك؟ عم بتقولي حضرتك انه كمان ممكن يكون في تاثير حتى على الجنين. مزبوط. هلا الاشياء اول شيء نبلش بالاشياء اللي بتصير عادي مع الحبل اللي هي ما بتاثر على شيء وبتصير مع تقريبا 90% من كل نسوان الحوامل، هو تغير باللون، لون الجلد اللي نحن بنسميه هايبر بيجمنتيشن، محلات معينة أكثر من غيرها، محلات الحساس، منطقة الحساسة تحت الباط أوقات نلاحظ أنه بيسود أكثر من العادة. هدول ما بنعرف ليه بالضبط هول المحلات، ما بنعرف ليه الهرمونز عم يشتغلوا بهذا المحل، بس بخلوا هذا المحل يغمق. بكمان عنا لينا نايجرا اسمها، عنا صورة إلها اللي هي على البطن، نحن كلنا عنا إياها ولونها عادة بتكون بيضة طبيعية، بس بالحبل اللي بصير أنه بتغمق بتصير مثل لون أسود من السرة لتحت على البلبس. هي صورة تطلع طلوع وبتنزل نزول، هيدي طبيعي، يعني ما بنعرف ليه بالضبط الهرمونز عم يعملوا هيدا اللون، بس بتروح لحالها مع الحبل وما ضروري نعمل لها شيء، ما بتبقى ما بتترك اثر. شغله ثانيه اللي هي اصعب من هيدول لانه هيدي بتبقى بعد الحبل هو الكلف، هو كثير عالم بتقول انه بتصير معها بتبلش معها اول ما يحبلوا، لانه الكلف سبب الاساسي اللي له هو استعداد وراثي، هيدا نمبر 1، نمبر 2 الشمس، ونمبر 3 اللي هو اقل من غيره هو الهرمونز. فلأنه في سبب صغير من وراء الهرمونز أوقات بيطلع بالحبل، أوقات مع أنه بيروح 90% من الوقت بيروح بعد الحبل، في 10% بتضل بعد الحبل. هيدي an example of كلف ببين هيك مثل بقع سود أو بني يعني غامق على الوجه، كل ما يكون واحد جلده أغمق كل ما ببينه أكثر، يعني مع أنه نحن نفكر الأبيض ببين عليه أكثر، بس كل ما يكون جلده أغمق عنده استعداد يطلع له أكثر. الكلف ما بيروح بعد لكن الولادة؟ أوقات كثير بيروح. في أوقات كثير بيروح، بس تقريبا 10-20% لا بضل بعد الولادة. في لهم علاجات؟ العلاج المشكلة اللي فيه انه علاج اللي هو دواء اسمه هيدروكونون اللي هو دواء ببيض، ما بيستعمل هيدا بالحبل. هيدروكونون والريترونيك اسيد هن اثنين ادوية بنخلطهم سوا، ما بيستعمل بالحبل، فبنقول للمريضة دائما تنطر لبعد الحبل تبلش العلاج. هيك هيك ممكن تروح لحالها، وإذا ما راحت ساعتها فينا نعالجها بعد الحبل. الكلف بيكون بس على هالمنطقة من الوجه أو في غير مناطق بالجسم؟ هو أكثر شيء بالوجه، بالوجه وبالرقبة، ممكن تصير على الجسم بس very rarely، هي أكثر شيء على الوجه. وقلنا كمان أهم سبب هو الشمس، سو كمان دائما بنقول للمرأة اللي عندها استعداد يطلع لها كلف لازم كثير تنتبه من الشمس بالحبل. المرأة الحامل بتخاف من التشققات؟ التشققات هي كمان من الـ very common، تقريبا 80-90% من النسوان بيصير عندهم تشققات. شو اللي بزيد الشانس هو النصاحة، إذا نصحنا كثير مثل ما أي وحدة لما أو وحدة أو واحد لما يكبر أو يطولوا بيصير في تشققات، لأنه الجلد عم بشد. نحن عادة الكولاجين اللي بالجلد اللي بيعطي الإلاستيسيتي تبع الجلد بيبقوا perpendicular فوق بعض 90 درجة، اللي بيصيروا مع الحبل لأنه بشد كثير الجلد بيصيروا parallel بيتركوا هيدا الماركس، هيدا العلام على الجلد. أوقات بتروح مع الوقت، بس عادة لا بتصير بيضة، يعني هي بتكون حمراء بتصير بيضة مع الوقت. كمان مشكلتها أنه نحن وحامل، يعني هي المرأة هي وحامل ما فيها تعالجه، لأنه الدواء ما بيسوى للبيبي، بدها تنطر لبعد الولادة لتعالجه. ولكن يعني دغري بعد الولادة ممكن يكون في علاج أو لازم تكون عم تنطر فترة الرضاعة أو فترة معينة؟ لا، لأنه برا على الجلد هلا إيفن في كثير دكاترة بيعطوه، هو دواء اسمه راتين أي أو لوكاسيد بيعطوه كثير بالحبل، بس لأنه ما في دراسات بتنعمل كثير مضبوطة على المرأة الحبلة، ما حدا بيحب يعمل دراسة على مرأة حبلة، ما كثير بنعرف إذا 100% سيف، بنقول أحسن ينطر واحد بعد الولادة. أي مشاكل جلدية ثانية ممكن تبين؟
اللي بيصير كمان انه الاماونت اوف بلاد يعني الفوليوم كميه الدم بالجسم بتزيد مع الحبل لتوصل اكثر على الولد. سو نحن عاده بكون في 5 لتر مي دم بالجسم بتزيد تقريبا 50%. سو هيدا بصير في دم بيتوزع على كل الجسم بيطلع على الوجه بصير وحده تعبق زياده. اوقات بسموها لحتى الجلو اب بريجننس بتقول لي وجهك شو هيك مرتاح لانه بكون في دم زياده على الوجه هيك بيحمر. على الجسم كمان ممكن يعمل الفيركوسيتيز اللي بنقول لهم الشرايين اللي بيعلموا على الجلد كمان هو اللي مع الوقت لما يخف كميه الدم بيرجع بخفه. يعني هو كل اشياء بسيطه بنقول له للبيشنت بدهم ينطروا شوي صغيره بعد الولاده اذا بقيوا ساعتها لهم علاجات بس عاده بيروحوا لحالهم. كنا حكينا عن تشققات ما في شيء ممكن يكون عم يعمل وقايه لهالموضوع. كثير ناس بتحكي بالكريمز بيقول لك الكوكونات اويل بيقول لك الزبده تبع ما بعرف شو هو كلهم بيساعدوا بس ما في دراسه بينت انه بيمنعوا. اللي عنده استعداد يطلع له تشققات حيطلع له تشققات بس اذا حطينا مرطب بنخفف يمكن الاحتمال شوي صغيره او ما بيطلع هالقد كتار. بس فاذا الوزن الزائد خلال الحمل رح أكيد. يعمل أكيد. المشكل مصبوط. نفسه اذا لازم يكون الوزن المنصوح أكيد. لكل الاسباب على كل حال الاسباب التجميليه يمكن هي محفز اكبر ودافع اكبر. فاذا بالنسبه للمراه الحامل شو النصائح يعني يلي بدك تعطيها اليوم؟ اهم شيء نحن بنقول على قصه موضوع الحكاك لانه في كثير نسوان بيصير معهم حكاك بالحبل 20% من الوقت هذا شيء طبيعي ما بأثر بروح مع الوقت بس في احتمال انه يكون هيدا مرض جلدي. هلا عندنا كم صوره بس ما بعرف اذا فينا نحطهم هيدا اذا كانوا عندهم هيدا المشكله ساعتها لازم يشوفوا حكيم لانه هول الامراض ممكن ياثروا على البيبي. فينا نشوف الصور هدول الامراض ممكن ياثروا على البي ممكن ياثر على الام. يعني لما يكون في شيء هيك حوالين السره مثل حبوب مع بي ماي او حبوب حمر منتشره على كل المعده هدول ممكن يكونوا اشاره انه في مرض جلدي ولازم يشوفوا حكيم. فاذا بالنسبه للمراه الحامل ضروري تكون عم تتابع مع طبيبه أكيد. بالتفاصيل أكيد. الصغيره في اوقات اشياء يمكن نمرق عليها وبنعتبر انه منا مهمه معقول تكون اشارات معينه والعكس أكيد. كمان وقت بنعمل علاجات ما لها ضروره لاشياء بدها بعدين ما تكون بقى موجوده. فاذا هون طبيب ضروري يكون على علم بكل هالتفاصيل. دكتور لما برجي حريري شكرا لوجودك معنا اهلا وسهلا فيك. نحن خلص لقتنا لليوم بام تي في لايف موعد جديد بكره مع مجموعه جديده من المواضيع. باي باي.